مقالي وما قالوا. ما قالوا كلام كتير جدا اليومين اللي فاتوا عن النجم العالمي الكبير محمد صلاح. امبارح اتحاد الكرة مشكورا الحقيقة برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني عمل حفل هادئ جدا ودافئ جدا ورائع جدا تكريما لمحمد صلاح على كل نجاحاته. ودي كانت لمسة طيبة جدا. كلنا عارفين حتى لو الاتحاد اللي فات أنكر إنه كان فيه نوع من الأرض الصلبة شوية في العلاقة ما بين محمد صلاح ومسؤولي اتحاد الكرة السابقين، كانت المسألة فيها حالة من البرود شوية، ما كانتش أبدا في تفاعل درجاتها لأسباب كتيرة ومختلفة. لكن حسنا فعل الاتحاد الحالي برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني إنه عمل حفلة لتكريم محمد صلاح على كل إنجازاته الكبيرة اللي حققها مع ليفربول واللي الحقيقة وصل بيها إلى مصاف العالمية الحقيقية. مصر بقى فيها نجم بينافس في كل سنة، بياخد هداف الدوري الإنجليزي، بينافس على أحسن لاعب في العالم، بينافس على أحسن لاعب في أوروبا. فإحنا مع محمد صلاح وصلنا إلى درجة ما كانش حد يحلم بيها. فالاحتفاء بمحمد صلاح وحرص الدكتور أشرف صبحي امبارح وزير الشباب والرياضة إنه يبقى موجود، ولما بيتكلم بيتكلم على قيمة النموذج الملهم. هو ده النموذج الملهم للشباب، الكلام اللي قاله محمد صلاح في إلهام حقيقي للشباب اللي عايز ينجح، إزاي قدر يحافظ على طموحه، إزاي قدر يصدق إنه يقدر يحقق إنجازات كبيرة، إزاي قدر يصدق إنه عنده القدرة يقدر ينافس ويوصل لمصاف الأندية والنجوم العالميين بجد. وفي كل مرة بيرتقي بطموحه، وفي كل مرة بيشتغل على نفسه أكتر، وفي كل مرة بيطور قدراته أكتر. بقول لكم قدم النموذج الملهم الحقيقي. بس من ضمن كلام محمد صلاح وهو بيتكلم الحقيقة استوقفتني نقطة مهمة جدا عشان تشوفوا قيمة المواقف الإيجابية اللي بتعيش. محمد صلاح لما اتكلم على مسيرته من هو ناشئ في المقاولين وبيجي من قلب الدلتا من نجريج في مركز باسيون في الغربية، قاطع المسافة في 4 ساعات في القطورة في عز التلج وعز البرد وراجع في 4 ساعات، يعني قمة المعاناة. لكن لما وصل لدرجة معينة بقى بيقعد احتياطي. قال حاجة مهمة صلاح في الفيديو امبارح عن مسألة انه كان خلاص بدأ يصيبه الإحباط وفكر يسيب الكورة وفكر يسيب المقاولين، ولو ده كان حصل ما كانش ليفربول بقى عنده هذا الفرعون الكبير جدا المدهش. لكن في موقف ما أثر في تفكير صلاح نسمعه هو بيحكي عنه امبارح. مين الشخصيات الملهمة لمحمد صلاح؟ والله بص، كان في يعني من صغري الناس بتتغير بالنسبة لي، بس أنا دايما كنت بقول لو على مستوى الكروي وعالميا أنا دايما بحب زيدان جدا ورونالدو البرازيلي وتوتي. طبعا لما لعبت مع توتي كان بالنسبة لي حاجة يعني حلم من الأحلام إنها اتحققت. بالنسبه للناس في مصر طبعا يعني في كباتن كتيره مش عايز اقول اسم بس يعني عشان ما انساش حد، بس طبعا كابتن خطيب قاعد فمن ضمن الاسامي طبعا اللي كانت كابتن مجدي عبد الغني عشان ضربه الجزاء. فطبعا طبعا يعني كل الناس اللي موجوده ما فيش حاجه عايز اقولها عشان ما انساش حد، بس جه في دماغي كابتن ضياء السعيد طبعا. طيب محمد صلاح راح ايطاليا، راح انجلترا، راح بلاد كتيره جدا، بس محافظ على الايدنتيتي والهويه بتاعته. صلاح لو هتكلم معاك في جزئيه شباب كتيره نفسها تبقى محمد صلاح، لو اب شايف في ابنه حاجه، شايف ان ابنه ممكن يكون في يوم من الايام حاجه مهمه لنفسه ولبلده، تنصحه يساعده ازاي؟ اقول لهم انا من غير والدي ما كانش زماني موجود هنا. تقريبا والدتي كانت عايزاني ابطل كوره كذا مره، بس والدي اللي كان دايما بيرفض الفكره دي. فوالدي كان دايما هو اكثر داعم ليا، والدي وخالي كان دايما برضو في نفس الاتجاه. فوالدي بصراحه ساعدني بشكل كبير جدا ان انا اكمل في المقاولين، وجات لي فتره برضو في المقاولين قعدت احتياطي وكان والدي اللي ضغط عليا بقى ان انا اروح بقى. انا كنت خلاص قلت له مش عايز اروح، مش عايز اسافر السفر ده كله 4 ساعات رايح 4 ساعات جاي واقعد احتياطي. فوالدي اللي كان هو الداعم ليا قال لي، والله فاكرها لحد دلوقتي، قال لي كابتن الخطيب قعد احتياطي. كل اللعيبه الكبيره قعدت احتياطي، كل ده بتمر بيه في حياتك وهتشوفه، بس ده لازم يخليك اقوى مش اضعف.